السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie geht's euch meine Freunde? Ich bin hier أحمد المهدي. أهلا وسهلا بيكم. وهنبدأ النهاردة نحل جمل على Wechsel Präpositionen يعني حروف الجر المتغيرة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن حروف الجر المتغيرة وقلنا إن حروف الجر المتغيرة بتسبب حالة الضطيف وحالة الأكوزاتيف. اتكلمنا عن حروف الجر التي تسبب حالة الضطيف وعرفنا ان حالة الضطيف تتحول الأداة دير والأداة دس بتتحول الى ديم بينما الأداة دي بتتحول الى دير وحالة الجمع دي الجمع بتتحول الى دين زائد ان. اتكلمنا عن حرف الجر سريعا كده نقول المعاني بتاعتهم. هما التسع حروف اللي اتكلمنا عليهم. اول حرف جر حرف الجر اوف. حرف الجر اوف بمعنى على ملامس. اتكلمنا عن حرف الجر انطر بمعنى تحت. حرف الجر اوبر بمعنى فوق غير ملامس. اتكلمنا عن حرف الجر ان بمعنى في داخل. حرف الجر ان بمعنى بمحاذاة. اتكلمنا عن حرف الجر فور بمعنى امام. حرف الجر هنتر بمعنى خلف. حرف الجر نيبن بمعنى بجانب. واخيرا حرف الجر تسيفيشن بمعنى بين. ارجع للفيديو اللي فات وانت تفهم حروف الجر بالتفصيل. نبدا بقى النهارده نحل جمل عن حروف الجر المتغيره. نبدا كده بجملتنا الاولى. داس اوتو ايست ديم هاوس. داس اوتو السيارة او العربية. ايست بتكون ديم هاوس المنزل. نفتكر كده معاني حروف الجر. حرف الجر فور تمام بمعنى امام. حرف الجر ان بمعنى في داخل. وحرف الجر اتسيفيشن بمعنى بين. وبالتالي هنا اقول داس اوتو العربية بتكون فكر كده تمام بتكون امام المنزل يبقى فور ديم هاوس. اخلي بالي ان حرف الجر فور في هذه الحالة وحروف الجر بتاعتنا النهاردة هي حروف جر بتسبب حالة الضطيف وكلمة هاوس أداتها دس والدس بتتحول الى ديم لذلك انا كتبتها ديم. يبقى داس اوتو ايست فور ديم هاوس السيارة تكون امام المنزل. الجملة التانية. داس بوخ الكتاب ايست ديم تيش. داس بوخ الكتاب ايست بيكون ديم تيش. كلمة تيش بمعنى منضدة او ترابيزة. اخلي بالي بقى ان في عايزك تبص كده للجمله رقم 8. عايز حد كده يقرا لي الجمله رقم 8 عشان دي فيها خداع بصري شويه. داس بوخ الكتاب ايست دير تاشي. بص هنا في كلمه تيش بمعنى منضدة او ترابيزه وكلمه تاشي بمعنى شنطه او حقيبه. خلي بالك عشان هم متقاربين شويه ممكن يعملوا لك خداع بصري. يبقى كلمه تاشي بمعنى شنطة أو حقيبة وكلمة تيش بمعنى منضدة أو ترابيزة. نطلع بقى لجملتنا. داس بوخ الكتاب إيست بيكون ديم تيش المنضدة. يبقى هقول إزاي الكتاب يكون على الترابيزة. يبقى حرف الجر أوف. حرف الجر أوف بمعنى على ملامس أو فوق ملامس. يبقى أوف معناها على ملامس. يبقى كده خدنا فور افتكرنا هو فور بمعنى امام وكلمة اوف بمعنى على ملامس اللي هي بتوازي كده في الانجليزية حرف جر ان. واضح كده؟ تمام. نخش على الجملة اللي بعدها. ماينه شوله مدرستي ليكت الفعل ليجن بمعنى يقع.
مدرستي بتقع دير بوست اند دير بنك. اسهل جملة، يبقى مدرستي بتقع حرف الجر ان بمعنى في داخل، حرف الجر اوف بمعنى على ملامس، حرف الجر تسيفيشن بمعنى بين، اللي هي بتوازي كده بتوين. يبقى عايز اقول مدرستي بتقع البوستة والبنك، يبقى بين البوستة والبنك هتبقى تسيفيشن دير بوست اند دير بنك. فمايني شول ليكت تسيفيشن دير بوست اند دير بنك، مدرستي بتقع بين البوستة والبنك. الجملة اللي بعدها اياد زيتست، اياد زيتست الفعل زيتسن بمعنى يجلس، ديم تيش برضو الجملة دي برضو جملة عايزة تفكير شوية. الكل واخد ان كلمة تيش، كلمة تيش اللي معناها من ضلع او ترابيزة، بيجي معها حرف الجر اوف. ماشي الكلام ده لو قلت مثلا انا حطيت الكوباية على الترابيزة، انا حطيت الفازة على الترابيزة، ولكن هنا في عندي حرف جر اسمه ان. خلي بالك بقى حرف الجر ان بمعناه بمحازات، يعني هقول اياد بيجلس، هل اوف ديم تيش على الترابيزة، احنا بنقول حتى في العربي احنا انا بقعد على الترابيزة، غلط مفيش حاجة اسمها. هل هو بيقعد على الترابيزة ملامس للترابيزة؟ لا. طب ان يعني ايه؟ ان معناها في داخل. حرف الجر ان بمعناه بمحازات، يعني انا واقف كده بمحازات السبورة. يبقى هنا حرف الجر عايز اقول انا واقف، المدرس يقف بمحازات السبورة، والكلام ده طبعا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الفيديو بتاع حروف الجر المتغيرة، وقلنا ان حرف الجر ان هو حرف جر قريب من حرف الجر فور. لو نفتكر كده حرف الجر فور اللي هو معناه امام، انما حرف الجر ان بمحازات، يعني هو قريب من فور، ولكن طبعا فور بتبقى ايه، يعني انا دلوقتي كده قلت لك المره اللي فاتت ان فور امام السبوره بيبقى فيه مسافه، انما ان كده انا ان بالنسبه لي السبوره يبقى فور وان. فانا ما اقول اياد بيجلس ديم تيش الترابيزه، يبقى بمحازات الترابيزه، قريب قوي من الترابيزه، فبالتالي هستخدم حرف الجر ان. وقلنا ان انا ممكن اختصر ان ديم، يبقى كلمه ان ديم قلناها قبل كده بتساوي اختصارها ام، يبقى ام اللي هي اختصار ان ديم. دي ابوتيكا، دي ابوتيكا، كلمه ابوتيكا بمعنى الصيدليه. ليكت خدنا الفعل ليجن بمعنى يقع، ديم كرانكن هاوس، كلمه كرانكن هاوس بمعنى المستشفى. ركز كده، صيدليه مستشفى. يبقى دي ابوتيك، نترجم كلمه سيفيشن بمعنى بين بتوين، يعني كلمه نيبن نفتكر كده يعني نيبن تمام بمعنى بجانب. وطبعا حرف الجر مت ليس له علاقه بهذه الحروف، حرف الجر مت هناخده ان شاء الله فيما بعد، اللي هو بمعناه بواسطه، اللي هو بيستخدم مع وسائل المواصلات. وحرف الجر مت له معنى اخر في الالمانيه بيجي بمعنى مع، واضح كده؟ يبقى مالناش دعوه بحرف الجر مت، ده مش موضوعنا. يبقى اللعب دلوقتي هل هي تسيفيشن ولا نيبن؟ قلنا تسيفيشن معناها بين، وكلمه نيبن بمعنى بجانب. يبقى اقول دي ابوتيكا، الصيدليه بتقع بجانب المستشفى، يبقى نيبن ديم كرانكن هاوس. خلي بالي بقى من الجملتين دول اللي جايين وركز قوي فيهم. الجملة 6 والجملة 7 نقرأ كده مع بعض. دي لامب ايست ديم تيش، دي لامب ايست ديم تيش. طب الجملة الثانية، دي لامب ايست
ديم تيش. ايه ده؟ ده نفس الجملتين، نفس الجملتين. كلمة لامبي في اللغة الألمانية بتحمل معنيين، مش معنى واحد بس. كلمة لامبي بتحمل المعنى اللي هو معناه اللمبة العادية، المصباح. كلمة لامبي تيجي معنى أباجورة، وكلمة لامبي بتحمل معنى اللي هو النجفة، بتحمل معنى أباجورة، بتحمل معنى النجفة. حسب المعنى بتاعها هنختار حرف الجر. نبص كده على الجملة بتاعتي. دي لامبة إيست ديم تيش. دي لامبة إيست ديم تيش. كلمة لامبة هنا بمعنى الأباجورة بتكون على الترابيزة، يبقى أوف ديم تيش. دي لامبة إيست أوف ديم تيش، هنا معناها الأباجورة، يبقى هنا معناها أباجورة. دي لامبة إيست ديم تيش، ده نفس الجملة. كلمة لامبي هنا بتحمل المعنى الآخر اللي هو معناه النجفة، النجفة دي اللي هي بتتعلق، مش عارف بقى اخواتنا في الخارج بيقولوها ايه. اه عندنا في مصر بنقول عليها النجفة اللي هي بتتعلق دي. يبقى دي لامبي إيست، هنا النجفة بتكون فوق الترابيزة، وبالتالي هنا نستخدم حرف الجر أوبر بمعنى فوق غير ملامس. يبقى خلي بالي ان كلمة لامبي في اللغة الألمانية بتحمل معنيين. المعنى الأول معنى أباجورة أو مصباح، لامبا يعني، وفي معنى تاني دي بمعنى نجفة. لو جت نجفة يبقى النجفة بتبقى فوق الترابيزة، إنما الأباجورة بتبقى على الترابيزة. يبقى حرف الجر أوف بمعنى على ملامس زي الأباجورة، هي بتكون على الترابيزة، انما كلمة نجفة، النجفة طبعا بتكون فوق الترابيزة غير ملامس. داس بوخ الكتاب، ايست بيكون دير تاشي. داس بوخ ايست دير تاشي. كلمة تاشي، كلمة تاشي خلي بالك، والكلام ده انا قلته لك في اول الفيديو، هي مش تيش. خد بالك في تيش وفي طاشي، هما قريبين شوية من بعض. كلمة تيش بمعنى منضدة أو ترابيزة، وكلمة طاشي بمعنى شنطة. يبقى كلمة طاشي خلي بالك بمعنى شنطة. أداتها إيه الشنطة؟ أداتها دي. يبقى كلمة شنطة أداتها دي. أنا بقول دسبوخ الكتاب بيكون أوف إن أوبر، يبقى الكتاب بيكون في داخل الشنطة، في داخل، يبقى حرف الجر إن معناه في داخل، وبالتالي هنا الإجابة هتبقى داس بوخ إيست إن دير تاشي، في داخل الحقيبة. الجملة اللي بعدها دي فازة. دي فازة، كلمة فازة اللي هي الفازة يعني. شتيت، اخلي بالي ان في عندي فعل اسمه شتيهن، فعل شتيهن بمعنى موضوع رأسيا. شتيهن بمعنى موضوع رأسيا، يعني الفازة بتتحط بالوضع الرأسي. انا في عندي افقي وفي عندي رأسي. طب يعني ايه موضوع بالوضع الافقي؟ الموضوع بالوضع الافقي هو الفعل ليجن. يبقى انا عندي اشتهم بمعنى موضوع رأسيا، بينما الفعل ليجن بمعنى موضوع أفقيا. خلي بالي برضو من الفعلين دول، هنتكلم عليهم إن شاء الله تفصيلا فيما بعد. يبقى اشتهم موضوع رأسي، بينما الفعل ليجن موضوع أفقي. فلما بقول دي فازة، الفازة لها قاعدة، يبقى اشتيت ديم تيش، يبقى الفازة محطوطة، ادي تيش يعني ترابيزة، يبقى الفازة محطوطة على الترابيزة، على ملامس، على ملامس. فحرف الجر هل هي ان ولا اوس ولا اوف؟ كلمة ان يعني في
في داخل وخدنا حرف الجر او استوعب ملوش علاقه بموضوعنا النهارده لو انا من وحرف الجر او بمعنى على ملامس. واضح الكلام؟ كلام جميل. الجمله اللي بعدها دي اوبان فير دي اوبان فير. كلمه اوبان كلمه اوبان بمعنى المترو اوبان اللي هو المترو فيرت دير اشتات يبقى دي اوبان اللي هو المترو فيرت يعني بيمشي دير اشتات يعني المدينه يبقى هنا اقول المترو بيمشي تمام تحت يبقى حرف الجر انتر بمعنى تحت يبقى اقول دي اوبان فيرت انتر دير اشتات بمعنى تحت المدينه. خلي بالي انا عندي اوبر الفرق ما بين اوبر وانتر قلنا اوبر بمعنى فوق بس غير ملامس زي مثلا قول الطياره بينما حرف الجر انتر بمعنى تحت زي المترو مثلا. رانيا ايست ان شوله رانيا ايست ان شوله رانيا بتكون حرف جر ال بمعنى في داخل وكلمه شوله بمعنى المدرسه وكلمه شوله بمعنى المدرسه. هنا اداني حرف الجر اداني حرف الجر ولكن هو عايزني اشتغل حاله الضطيف وحاله الضطيف كلمة شوله أداتها دي والأداة دي في حالة الضطيف بتتحول إلى تمام تمام بتتحول إلى ديري وهو هنا ما اختبرنيش في المعنى بتاع حرف الجر وهو هنا بيختبرني في أداة التعريف المحولة يبقى حرف الجر إن من ضمن الحروف التي تسبب حالة الضطيف. طبعا خلي بالي إن جميع هذه الحروف قد يسبب أكوزاتيف ولكن ده طبعا لسه هنتكلم عليه فيما بعد. احنا بنتكلم دلوقتي عن حرف الجر او حروف الجر اللي هي الفيكسل بروبوزيشن حروف الجر المتغيره في حاله الضطيف لان كل الحروف دي قد تسبب حاله اكوزاتيف عشان ما تستغربش لو لقيت ان حرف الجر ال بيسبب حاله اكوزاتيف. واحد يقول لي ايه اكوزاتيف وايه ضطيف؟ اكوزاتيف هو تغيير اداه ضطيف هو تغيير اداه ان هو اللعب كله على اداه التعريف للكلمه. واضح الكلام؟ واضح. وبالتالي هقول رانيا بتكون إن دير شولة يعني في المدرسة يبقى هنا حالة الضطيف لأن كلمة شولة أدتها دي والدي بتتحول في حالة الضطيف إلى دير. دي كندر شبيلن دير اشتغاس. أخلي بالي بقى من حتة مهمة جدا كلمة اشتغاس بمعنى الشارع كلمة اشتغاس بمعنى الشارع كلمة اشتراسي بنستخدم معها حرفين جر قد نستخدم معها حرف الجر أوف وقد نستخدم معها حرف الجر إن. إمتى إمتى كلمة اشتراسي يستخدم معها حرف الجر أوف وإمتى هنستخدم معها حرف الجر إن؟ نفكر كده ونقول حد يعرف؟ اقفل الباب يا ابني فوق. طيب دي كندر شبيلن الفعل شبيلن بمعنى يلعب كلمة اشتغاسة يعني الشارع. ايش فوني ديزر اشتراسة. اخلي بالي هنا ان كلمة اشتراسة مرة نستخدم معها حرف الجر اوف في الجملتين دول ومرة نستخدم معها حرف الجر ان. امتى هستخدم معها اوف وامتى هستخدم معها ان؟ طيب حرف الجر ان مع كلمة اشتراسة لو قلت لك مثلا انا ساكن في الشارع ده لو قلت لك انا ساكن في شارع الهرم مثلا في الحاله دي هتبقى ان. اقول لك مثلا المحل موجود في الشارع ده يبقى في الحاله دي هتبقى حرف الجر ان. انما لو قلت لك مثلا انا بلعب على الشارع يبقى اشبيله اوف دير اشتراسه
يبقى امتى حرف الجر ان يستخدم مع كلمه شارع؟ اذا كان المكان نفسه، المكان اللي هو السكن او مكان المحل او مكان المطعم. يعني اقول لك المطعم بيكون في شارع كذا، في الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى ان. انما اقول لك انا مستنيك مثلا، انا مستنيك اهو بالمناسبه، وانا بقول لك انا مستنيك على الشارع مش في الشارع. يبقى تاني كده، يبقى هنا اقول دي كندر الاطفال بيلعبوا على الشارع، في الحاله دي تبقى اوف دير شتراسي، على الشارع، لانه مش مكان سكن او مش مكان محل، مش مكان مغلق يعني. انما لو قلت اشفوني انا اسكن هذا الشارع، اقول لك انا ساكن في هذا الشارع، في الحاله دي تبقى حرف الجر ان بمعنى في. يبقى نقول تاني، يبقى حرف، يبقى كلمه شتراسي بمعنى شارع بنستخدم معاها حرف الجر اوف، او نستخدم معاها حرف الجر ان. قلنا الفرق بينهم ان ان لو مكان سكن، مكان مطعم، مكان مغلق يعني. انما اوف لو على الشارع، انا مستنيك على الشارع، الاطفال بيلعبوا على الشارع، في الحاله دي هنستخدم حرف الجر اوف. داس كيند زيتست، داس كيند زيتست اوف شتول. تاني، داس كيند الطفل زيتست يجلس، وقلنا حرف الجر اوف بمعنى على ملامس. شتول، كلمة شتول بمعنى كرسي. كلمة شتول أدتها دير، كلمة شتول أدتها دير، دير شتول بمعنى الكرسي. هنا بيختبرني في الأداء، هو هنا مش بيختبرني في المعنى. حرف الجر أوف بمعنى على، يبقى الطفل بيجلس أوف، تمام. كلمة شتول أدتها دير، والأداة دير في حالة الضطيف بتتحول إلى، تمام، ديم، يبقى داس كيند زيتست اوف ديم شتول، الطفل بيجلس على الكرسي. يبقى خلي بالي هنا، قلنا في حالة الضطيف، حالة الضطيف بتتحول الأداة دير والأداة داس إلى ديم، والأداة دي بتتحول إلى دير، وحالة الجمع بتتحول إلى دين زائد إن. الجملة اللي بعدها، داس فلوجت سويج، داس فلوجت سويج، كلمة فلوجت سويج بمعنى الطائرة، الطيارة يعني. فليجت الفعل فليجن بمعنى يطير. وخلي بالي ما الفرق بين الفعل فليجن والفعل فارن. الفرق بين الفعل فليجن والفعل فارن ان الفعل فليجن بمعنى يطير بيستخدم مع الطيارة بس، بينما الفعل فارن، الفعل فارن مع اي وسيلة مواصلة غير الطيارة. يبقى تاني انا عايز افرق ما بين الفعل فارن، الفعل فارن والفعل فليجن. الفرق بين الفعل فارن والفعل فليجن، الفعل فارن بمعنى يسافر. عايز اقول ايش فاري ناخ الكسندريا، انا مسافر اسكندريه، مديم بوس، مديم تاكسي، بواسطة الاتوبيس، بواسطة التاكسي، بواسطة ماينيم اوتو، بواسطة عربيتي. وبالتالي الفعل فارن معناه يسافر، ولكن بأي وسيلة مواصلة عدا الطائرة. يبقى الفرق ما بين فارن وفليجن، الفعل فارن يسافر من مكان إلى مكان أو يذهب من مكان إلى مكان باستخدام أي وسيلة غير الطيارة. بينما في حالة استخدام الطائرة اللي هي كلمة فلوجت سويج، خلي بالي كلمة فلوجت سويج معناها الطائرة، وهي أداتها داس، داس فلوجت سويج. في الحالة دي هيبقى فليجن، عايز أقول أنا مسافر إلى ألمانيا، أقول إيش فليج ناخ دويتشلاند مت ديم فلوجت سويج، أنا مسافر إلى ألمانيا بواسطة الطائرة. بالمناسبة هل يجوز إن أنا ينفع أقول إيش فاري ناخ دويتشلاند؟ نقول تاني، يبقى الفرق ما بين فارن وفليجن ان فارن يسافر
باستخدام اي مواصله غير الطياره، بينما الفعل فليجن بمعنى يسافر جوا. هل يجوز ان انا اقول ايش فاري ناخ دويتشلاند؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ نفكر كده. ينفع اقول ايش فاري ناخ دويتشلاند؟ ها ينفع عادي. طب انا ممكن اسافر المانيا باوتوبيس، ممكن اسافر المانيا بقطر، ممكن اسافر المانيا بعربيتي، اكون انا في فرنسا مثلا فمسافر المانيا، وبالتالي هو مش العمليه مش بعد، انا بحسبها ان انا في مصر مثلا، ان المانيا دي بعيده قوي عليا فانا هسافرها بطياره. انا ممكن اكون في بلجيكا، ممكن هو طبعا دول الاتحاد الاوروبي لو احنا عارفين بيكون الانتقال انتقال بين دول الاتحاد الاوروبي باستخدام القطار السريع، ان هم بيتنقلوا، وطبعا ما بيكونش فيه اي تاشيره بينهم من دول الاتحاد الاوروبي، بتنتقل دول الاتحاد الاوروبي كلها عن طريق القطر او عن طريق اي مواصله يعني بلا تاشيره. يبقى تاني، يبقى الفعل بالفارن فليجن، فليجن يسافر جوا، وفارن معنى يسافر برا او بحرا. نرجع بقى لجملتنا، داس فلوجت سويج، الطائره فليجت بتطير، اوبر كلمه اوبر بمعنى فوق غير ملامس، مير يبقى الطائره بتطير فوق البحر، كلمه مير بمعنى البحر. المهم عندي في الاداء، يعني انا محتاج هنا احول الاداء، كلمه مير ادتها تمام دس، كلمه مير ادتها دس. هنحولها بقى في حاله الضطيف، لان حرف الجر الاوبر هنا بيسبب حاله الضطيف، والدس بتتحول في حاله الضطيف الى ديم. داس فلوجت سويج فليجت اوبر ديم مير، الطائرة بتطير فوق البحر. دي لويتا شتيهن دير هالت شتيلة، دي لويتا شتيهن دير هالت شتيلة. الفعل شتيهن احنا قلنا بمعنى يضع رأسي، والفعل شتين إذا جاء مع الأشخاص بمعنى يقف زي ستاند كده في الإنجليش، يبقى شتين هنا بمعنى يقف بالوضع الرأسي. طب عايز أقول في فعل اسمه ليجن، يبقى احنا قلنا إن شتين بمعنى موضوع رأسي، والفعل ليجن بمعنى موضوع أفقيا. الفعل شتين إذا جاء مع الأشخاص بمعنى يقف، والفعل ليجن، الفعل ليجن إذا جاء مع الأشخاص بمعنى يرقد، لو واحد مريض ولا حاجة فهو بيرقد لأنه بيرقد بالوضع الأفقي. يبقى تاني، يبقى الفعل شتيهن بيحمل معنيين، والفعل ليجن بيحمل معنيين. الفعل شتيهن إذا جاء مع الأشياء بمعنى موضوع رأسيا، وإذا جاء مع الأشخاص بمعنى يقف. الفعل ليجن إذا جاء مع الأشياء بمعنى موضوع أفقيا، وان شاء الله يعني في فيديو كامل عن الفعل بين شتين وليجن، ده ليه فيديو مخصص، لان طبعا في حالات فعل اسمه شتلن في فعل اسمه ليجن، الموضوع لسه كبير، ولكن عايز بس عشان الجمله جت هنا. يبقى الفعل شتين اذا جاء مع الاشخاص بمعنى يقف، والفعل ليجن اذا جاء مع الاشخاص بمعنى يرقد، يرقد في السرير. نرجع بقى لجملتنا، دي لويتا الناس اشتهن بيقفوا دير هالت شتيلي، وكلمة هالت شتيلي بمعنى موقف الاتوبيس. مش هجاوب الجملة دي، نقرأ الجملة اللي بعدها. داس كيند الطفل زيتست بيجلس، تسيفيشن باينا فاتر اند دير موتر، يبقى الطفل بيجلس، تسيفيشن يعني باينا، فاتر الأب، ودير موتر الأم. هل هي دير ولا ديم ولا دين؟ هتحللي الجملتين دول وتكتبهم لي في الكومنتس، تقول لي الإجابات بتاعتهم. كده بقى احنا خلصنا حروف الجر المتغيرة الفيكسل بروبوزيشنال في اللغة الألمانية، عملنا مجموعة من الأفعال على حروف الجر المتغيرة. ما تنساش لو عجبك الفيديو اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.